أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج لقاء خاص عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت في هالبرنامج تعودنا ناخذ مجموعة من المميزين الرياضيين في عدة ألعاب لكن اليوم راح تكون معانا لعبة مميزة ونجم مميز من نجوم هذه اللعبة ألا وهو الكابتن مشاري العجمي نجم فريق الهوكي ونجم منتخبنا للهوكي آه يعني اللعبه هذه المميزه اللي تعتبر من ابرز الالعاب واحدث الالعاب اللي موجوده عندنا في الكويت. لعبه الهوكي المنتخب حقق عده بطولات اسيويه وحقق ميداليات في كاس العالم راح ناخذ تفاصيل مشاري من البدايه وصولا الى الفريق الاول في هذه الحلقه. خلونا نشوف التفاصيل. البيئة رياضية بحت بلشت من صغري كنت محب لرياضة كرة القدم وهوكي الجليد نفس الوقت ولكن لما وصلت لعمر عشر سنوات كنت لازم اتخذ قرار اني اركز على رياضة واحدة وكانت رياضة هوكي الجليد. انضمام لهوكي هوكي الجليد السبب الرئيسي الصراحه كان الاهل قبل اصدقاء نشات بيئه لاعبين هوكي والدي كان كابتن منتخب لمدة 35 سنة وعمامي كانوا يلعبون أه ولكن نتكلم على الاصدقاء الاصدقاء اللي وياهم من بدايتي في المراحل السنيه الى الفريق الاول ولازلنا في المنتخب الاول ويا بعض كنا في فريق تحت ال سنه منهم أه علي الصراف عبد العزيز الخشان احمد صايق خلف عبد المحسن الخشرم وما بيأنسى يعني اسامي هذول كلهم يعني لا زالوا وياي بالمنتخب وكنا ويا بعض منذ الصغر اول تمرين كان في لاعبين شوي واللي اذكره الحين وياي بالمنتخب كان وياي علي الصراف كانت اعمارنا ممكن ست سنين سبع سنين وكنا انا ويا اكثر شيء كنا ويا بعض في التمارين في المراحل السنيه ومن ثم تدرجنا الى فريق تحت 20 سنه وشاركنا في كاس للناشين للناشئين مع بعض والحين بالفريق الاول يعني نلعب جميع المحافل الدوليه الكبيره مع المنتخب. حبي لهذه اللعبه قلت لك سببها الرئيسي ان انا نشات بيئه كلها لاعبين هوكي من صغري كنت اطمح أن اكون جزء من هذه اللعبه واسوي اللي كانوا قاعد يسوونه وحبي لها الصراحه انها مزيج من كل شيء، فيها خشونه، فيها فن، فيها مهاره، فيها سرعه، يعني مو اللي ببالك هي اللعبه وايد مشوهين سمعتها انها دفشه ولكن لا فيها كل شيء، فيها المهارات والدفاع والهجوم والاهداف وكل شيء، هذا اللي حببني فيها. نادي الالعاب الشتويه في دوري كويتي في خمس فرق ومن هالخمس فرق يتم اختيار 25 لاعب يمثل المنتخب الاول في المحافل الدوليه الكبيره. طبعا الاهل ما نستغنى عن دعمهم وهم اللي يؤمنون فيك اصلا قبل لا انت تؤمن بنفسك وتوصل بخصوص رياضه الهوكي صراحه ابوي هو الاقرب لانه كان بالميدان كان لاعب سابق فجدا كان داعم لي في بداياتي والحمد لله يعني هو له فضل كبير في وصولي لهذا المستوى مو كثر يعني اللاعبين اللي كانوا معاي صراحه لان انا نشات بيئه كلها رياضيه فكانوا متفاهمين ان انت ممكن توصل ايضا في الرياضة مدى بعيد من النجاح ويكون لك مستقبل فيها حالها حال دراسة ولكن شيء اساسي يعني عند اي انسان شهادته لله الحمد خلص جميع اللي كانوا يبونه مني من ناحيه الدراسه خلصت الثانويه والجامعه والحين عاد تفرغت بشكل عامل بشكل كامل عفوا للرياضه. هني تحتاج شوي تكون وايد واعي وتعرف شلون تقسم وقتك الصراحة أه شيء مو سهل ما راح أقص عليك أقول إنه يعني قدرت أسوي هذا الشيء بشكل مستمر لازم تقصر شيء وتوصل شيء ولكن خلصنا والحمد لله والله كان الموضوع حظ يعني على حظي كانت البطولات والمشاركات الخارجيه ما تصادف أن يكون عندي فاينل او امتحان او تعيقني دراسيا، هذا توقع كله مرتبط بالحظ الصراحه وانها مكتوبه اني اشارك ولا يعني لو كان راح يصير في تصادم بالجدول بين الدراسه والرياضه ما كنت راح لازم كنت اضحي بشيء لكن الحمد لله ما حصل هذا الشيء وبالعكس يعني جميع الوجهات الدراسيه كانت مدرسه او جامعه كانت تدعمني بشكل كامل ان كان عندي مشاركه دوليه خارجيه او محليه حتى. اي مباراة صراحة تلبس الفينيلة الزرقاء مسؤولية جميلة قبلها تكون مسؤولية ممكن تسبب عليك ضغط او تكون سلبية عليك فانت اول ما تلبس الفينيلة الزرقاء تاخذ كل مباراة بمثابة نهائي انت بالاخير قاعد تمثل دولتك نشيدك الوطني قبل المباراة فمسؤوليه كبيره في كل مباراه صراحه اخذها ولكن يعني اكيد بطوله عن بطوله تفرق شاركت انا في كاس العالم ثلاث مرات هذه كان اكبر ستيج في لعبه الهوكي وفي اي رياضه انك تشارك كاس عالم هذه المباريات مستحيل تنساها الصراحه مثابة ان هي كانت مباريات في كاس العالم. وجودك بالمراحل السنيه كله يرتكز على التاسيس، قاعد يسوون لك الاساس يركزون على عقليتك واتجاهك الذهني والبدني في هذه اللعبه وياسسونك على جميع متطلبات هوك الجليد ان كانت رياضيه، ثقافيه، بدنيه فهذا كله يركز انه ياسسك صح ولكن في الفريق الاول استقرار اكثر، اعتماد عليك اكثر، مسؤوليه اكبر سقف الطموح يكون عالي جدا وهذا فريق انت تستغر فيه لان هذا اكثر فريق راح تطول فيه. فريق مراحل سنيه مؤقت يعتبر. الذكريات كانت مشاركه كانت في كاس اسيا في ماليزيا للناشئين. الذكرى الحلوه كانت لان الحين ليومك هذا في جزء كبير من اللاعبين اللي كانوا معي انضموا ايضا الى اختارهم يعني المدرب من ضمن الفريق الاول الحين قاعد نشارك في المحافل الدوليه ونمثل الكويت مع الفريق الاول. لعبه توكل جليد تعتبر اسرع لعبه جماعيه في العالم. آه خمس لاعبين وحارس في كل صوب والفريق اللي يرتكب خطا يتوقف لعبه مده دقيقتين يلعب ناقص والتبديل مستمر الدش تطلع وما تقدر اصلا تطول آه اكثر من دقيقه داخل الثلج لانك تبدل وما تبدل بروحك كل خمسه يلعبون ويا بعض اللاين الاول يعتبر هذا اللي يسمونه الخمس لاعبين يسمونهم لاين وكل خمسه يلعبون ويا بعض ويبدلون ويا بعض والخمسه هذيل لهم خطه معينه وتكتيك معين ويلعبون ويا بعض دائما وبس أه ثلاثة اشواط 20 دقيقه ستوب تايم اذا توقف اللعب يوقف الوقت واذا ثلاثة اشواط ما كانت كافيه نروح للاوفر تايم الاوفر تايم ثلاثه بثلاثه مو خمسه بخمسه وهدف ذهبي اللي قبل يخلص الجيم واذا ما خلصنا بالاوفر تايم اللي مدته خمس دقائق مستمره ما في ما في توقف نروح لركلات الترجيح نفس البلنتيات تروح انت والباك تنفرد بالحارس ولكن ما يصير ترجع كله طريقك يكون سيده والله كل معسكر اتذكره بتفاصيله اغلبهم تكون في دول اوروبيه ولكن ما تكون في مناطق يكون فيها شيء ممكن يشغلك عن رياضه توك الجليد دائما تكون مناطق هاديه جدا وفيها الهوتيل والصاله فقط عشان ما تنشغل ولكن في ايام الاوف مسموح لك تروح حق العاصمه وانك تستمتع في في الدول هذه الذكريات اكيد انت تلعب مباريات هناك وما تنسى هالمباريات التجريبيه اللي, اللي تكون قبل البطوله أه تعطيك حافز ان انت يبين لك ان انت هذا المعسكر كان منه فائده وتكون جاهز والذكريات حلوه تكون يا ربعك وفريقك ولمده طويله معزول وتركيزك كله على رياضتك المفضله اللي هو الجليد أه المعسكرات وايد حلوه ومفيده انا اشوف وهي سبب رئيسي انك تؤدي في البطولات من شديد حرص نادينا انه يخلينا العسكر قبل كل بطوله اوريدي احنا عندنا هالموسم معسكرين قبل البطولتين الكبار راح نشارك فيهم ان شاء الله والله الشباب اكبرهم هم اذا رحنا دول اوروبيه يكون موضوع الاكل والله اللي يجيب لك اشياء من الكويت يعني فرضا ما يستغنى عن الدقوس ما ما يستغنى عن هذه الاشياء المعلبات الشباب اكبرهم الاكل في المعسكرات فتلاقي جايبين يعني اشياء ضحك صراحه بالجنطه منها اكلات كويتيه ومعلبات من جمعياتنا فهذا اللي يضحك اكثر شيء صراحه في المعسكرات الكلمة الأخيرة هو الشكر لكم على الدعم المستمر للرياضيين الكويتيين في كل المجالات وإن شاء الله القادم أفضل يعني وإحنا بداية مسيرتنا نمثل الكويت بأفضل طريقة ممكنة وننجز لها إن شاء الله أعزائي المشاهدين مثل ما أنتم شايفين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مع الكابتن بشار العجمي استفدنا العديد من المعلومات فيما يخص رياضة الهوكي كما تعلمون وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج لقاء خاص عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت إلى اللقاء